يشد نقول الموضوع اللي شاغل البلد حاليا هو الكلام عن براءة الممثل زياد عيتاني وعن التحقيق مع المقدم سوزان حبيش. الإنكار المستمر والعاطفي من قبل زياد عيتاني للتهم المنسوبة إليه بالتعامل مع إسرائيل دفع القاضي أبو غيدة منذ أسبوعين تقريبا إلى تصدير استنابة لشعبة المعلومات لجلاء ودراسة بعض الأمور التقنية. شعبة المعلومات بدأت التحقيقات، وكانت النتيجة الأولى أن الآي بي المستخدم في التواصل عبر الإنترنت مع زياد عيتاني مفبرك، واستطاعت شعبة المعلومات تحديد هوية الشخص المشتبه بفبركته، وتم اقتياده إلى شعبة المعلومات حيث وبحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى أدلى بمعطيات مهمة وجدية تؤكد على الأدلة التي توافرت لدى شعبة المعلومات، فاتخذ القضاء المتمثل بالنيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيفه مع طلب التوسع بالتحقيق مع مشتبه بهم آخرين تحدث عنهم الموقوف، ومن ضمنهم المقدم سوزان الحاج. والليلة رح يكون في لقاء حاسم بين الرئيس سعد الحريري وولي العهد محمد بن سلمان.